طبعا الغنى عنده تأثيره الكبير جدا على نفسنا وهنا هي كيف بيقدر يفرغ لنا كثير من الطاقات، بالذات لو كنا بنغني بانشراح. وممكن في ناس بتحاول انها هي تفرغ الضغوطات اللي ممكن تواجهها في حياتها عن طريق الغنى، بتكون قاعدة مع نفسها بتفتح المسجل بصوت عالي، وكثير من الأساليب الأخرى اللي ممكن احنا ننفذ بها عن روحنا منعا للضغوطات النفسية وتأثيراتها السالبة على صحتنا النفسية بصورة عامة وعلى حياتنا اليومية. بالضرورة عندها تأثيرها الكبير الممكن ينعكس على حياتنا، سواء كان في المجال العملي، في المجال العلمي، في علاقاتنا الاجتماعية مع الآخرين، كيف نحن نقدر نتعامل معه، كيف نقدر نصل للتوازن النفسي. دي حنكون معنا إن شاء الله من خلال حلقة اليوم والضيف الكريم الأستاذ الدكتور الصادق أحمد عمر الاختصاص النفسي. أهلا وسهلا بك. السلام ورحمة الله. أنا بحيي كل المشاهدين في قناة الشروق وكل العاملين والقائمين على أمر البرامج في قناة الشروق. مرحبا بك. أهلا يا دكتور. وإحنا يمكن عندنا مشاكل نفسية كثيرة شديد في السودان، بالذات مع تأخر المرتب يعني في الفترة الأخيرة شهر واحد ده يمكن كثير من الشعب السوداني عنده مشكلة نفسية، فكيف نقدر نتجاوز الضغوطات اللي ممكن تمر بينا في حياتنا بصورة عامة؟ الضغوطات هي حالة نفسية لها مسببات كثيرة جدا جدا بتؤدي يمكن يكون لعدم التوازن. إذا نحن ما قدرنا نتخلصنا من ضغوطنا بطريقة سليمة، بالتالي بيحصل لنا عدم توازن في كل الجوانب الوجدانية والعقلية بتاعتنا الذهنية، بالتالي الإنسان بيصبح في حالة بتاعت ارتباك. وللأسف الشديد نحن قاعدين نتخلص من الضغوط بأساليب ما كويسة، أساليب قد تؤدي لأمراض واضطرابات نفسية. زي شنو؟ زي مثلا الهروب. الهروب واحد من المسائل الناس بتاخذوه، بيهربوا من المشاكل، بيهربوا من الضغوطات، بالتالي بقوم تجي لحظة من اللحظات ينفجر الإنسان. أيضا الإسقاط، بعض الناس بيحاولوا يضغطوا الأشياء على آخرين، على ناس تانيين. التبرير واحد من الأساليب برضو اللي بنحاول نتخلص بها من الضغوط، لكن المسائل دي كلها مسائل غير سليمة وتؤدي لعدم توازن. عدم الاتزان دي مشكلة كبيرة جدا جدا، عنده عدة عوامل مسببة له، وعنده عدة عوامل احنا ممكن نستجلب بها التوازن النفسي. جميل. انا عاوزة يعني ارجع بك مرة تانية، لانه الهروب هو واحد من الاساليب اللي احنا ممكن نتخذها. وانا زي ما قلت احنا كثير من الضغوطات اللي بتواجهنا، يعني لو اخذناها كنفس المثال اللي هو انه يمكن كثير من الناس واجهت مشكلة تأخر المرتبات، فبيبقى عندها انعكاسات في انه البيت المدام بتقوم بتزعل وبتجوت وعاوزين متطلبات الاولاد. السبب الممكن يخلي الزوج هو يهرب من البيت باعتبارنا هي حاجة طبيعية. أنا عاوز أصل لنقطة إنه إحنا كيف نقدر نربي نفسنا على إننا نتحمل الضغوطات باعتبارنا هي أصبحت الآن واقع في حياتنا ممكن نواجهنا بصورة مستمرة. الأسلوب الأمثل إنه نحن نحاول قدر الإمكان إننا نتعايش مع المشكلات. والحاجة الثانية لازم يكون عندنا زقف تحت توقعات، لأن في مشكلات حتحصل، بالتالي ردة الفعل بتاعتنا بتكون فيها إشكالية. الحاجة الثانية الواقعية ومواجهة الأشياء، يعني إحنا لو مسكنا الأشياء وواجهناها بطريقة سليمة وقدرنا تعاملنا معها بطريقة واقعية، أنا أعتقد إنه ما بكون في مشكلة. لكن إحنا ما بنقدر نتعايش مع مشكلاتنا، يعني بنهرب منها دائما، وفي حاجات خارجة من إرادتنا. المشكلات الزوجية ذاتها بتمثل جزء من الضغوطات النفسية، مسببات الضغوط النفسية الكبيرة جدا جدا. المفروض الناس تكون عندهم تفاهمات في حياتهم، خاصة الزوج والزوجة، ويعرفوا انه في ظروف خارجة من إرادتهم، بالذات تأخر المرتب. يعني تأخر المرتب ده هي مشكلة كبيرة جدا جدا، احنا يمكن نكون عانينا منها الشهر ده، وكل الناس عانوا منها، كل السودان عانى منها. أتمنى انه الأمور الاقتصادية في البلد تمشي كويسة والناس تقدر. هي أكثر المشاكل اللي ممكن تواجه الأسر أو الأشخاص بصورة عامة النواحي الاقتصادية. النواحي الاقتصادية هي عشان كده الجماعة بسموها الضحكات. كويس. نفسياً بترفع. بترفع المود لدرجة عالية جداً جداً. الإنسان يعني هسه لو في الواحد في جيبه فيه قروش بتلقاه حالته النفسية مهما دخلت عليه عوامل خارجية هو ما بيتأثر بها. أي مثير خارجي
يضغط على الانسان ما بيتاثر كثير لو في جيبه في قروش، حتى لو جات حاله حزن بيقدر يتخلص منها، واضطراب بيتخلص منه بسرعه لانه جيبه فيه قروش. هي مرتبطه ارتباط وثيق جدا جدا بالانسان، لكن بتوقف على حاله الانسان ذاته والقدره على التعامل مع المشكلات وحل المشكلات والتعايش معها. في مشكلات ما بتلقى لها حل، احنا نعمل شنو في حاله زي دي؟ لازم نقدر نتعايش مع مشاكلنا، نتعايش على الاوضاع السلبيه دي بقدر الامكان. الناس تضغط على نفسها، تحاول تدرب نفسها، المثالي تجيب التدريب، يعني تدرب نفسك على اساس انك انت تتعايش مع المشكله. توقعاتك ايضا بتكون لها اثر طبعا. انا متوقع انه ما كل، انا متوقع انه الشهر ده يكون المرتب متاخر، بالتالي انا بكون لما يتاخر ما بكون في حاجه مفاجاه بالنسبه لي، لكن الاحداث المفاجاه هي اللي بتحدث زلزله في داخل الانسان، يعني بيصبح انسان غير مستقر. انه تكون متوقع المرتب زايد مثلا، فدي دي حاجه بتخليك انت توقعاتك اكبر من الواقع اللي انت بتعيشه، فبالتالي عقلك دي واحده من اهم المشاكل واكبر المشاكل. الناس توقعاتها في كثير من الحالات، يعني مش الحاله الاقتصاديه بس، حتى حاله التوقع تحسين وضعك الاجتماعي، توقعات الزواج، الزوج ذاته والزوجه بالذات، اخواتنا البناتنا بيتوقعوا مثلا انه يجي لازم فارس الاحلام يكون كذا وكذا وكذا، وفي النهايه تتصور لها فارس جاي على جواد ابيض واحلام كبيره جدا جدا، تصطدم بواقع شديد جدا جدا صعب وخالص خالص. بالتالي بتبقى عندها، انت بتاثر على نفسياتهم يا دكتور، بتاثر على نفسياتهم شديد جدا جدا. بالتالي الناس مفترض انه يكون توقعاتهم معقوله محدوده ممكنه، ممكن انها نتحصل عليها، لكن ما نشطح شطحه كبيره. يعني في ظل الموازنات يا دكتور صلاح ما بين انه نحن كيف نقدر نسيطر على اعصابنا في مواقف ممكن تكون بتتطلب انه احنا يعني ننفعل، الانفعال الزايد ممكن يكون عنده تاثيره السلبي او الغضب تحديدا، يعني المشاعر الانسانيه الناتجه عن موقف ما في لحظه ما ممكن يكون عندها تاثير الكبير على نفسيته، والتراكميه للاشياء بصوره كبيره برضه ممكن تاثر. ممكن نتكلم عن الناحيه دي انه احنا كيف نقدر نهدئ من نفسنا. طيب الحاله بتاعت التوافق النفسي هي مرتبطه بالاتزان، واحد من مترادفات الاتزان النفسي انه الانسان يكون عنده حاله بتاع الثبات واستقرار نفسي وتوافق نفسي مع نفسك اول حاجه ومع الاخرين. انت لو ما متوافق مع نفسك ما حتتوافق مع اي زول ثاني، ما حتتوافق مع اي ظرف اللي ما بيك، بالتالي بيصبح في عدم ثبات واستقرار انفعالي، بتفقد السيطره على نفسك، بالتالي انت بيختل التوازن عندك، هنا بتبقى شخصيه غير متوازنه. التراكمات اللي بتحصل دي واحده من الاساليب برضو بنستخدمها بطريقه ما صحيحه اللي هو الكبت، تتراكم تتراكم وانت كاتب. عشان كده يا جماعه الناس هسه اللي بنلقاهم بيتكلموا بيفصحوا عن دواخلهم، اي مشكله تصيبهم اي احساس يجيهم بيفصحوا عنه، بيناقشوا مشاكلهم بطريقه واضحه وصريحه، بيكونوا اكثر اتزان نفسي واكثر صحه نفسيه، لانه الاتزان ذاته نسبه من او درجه من درجات الصحه النفسيه. الانسان ما بيقدر يكون عنده توازن نفسي ما لم يقدر يسيطر على انفعاله. يعني في شعره بسيطه ما بين الضبط النفسي وما بين الكبت. ال- 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 الكبت ضبط النفس ممكن يكون حاجه محدوده انا اسيطر فيها على انفعالاتي لفتره محدوده، لكن الكبت بيصبح حاجه مستمره ومتراكمه. الكبت ده تراكم عده مرات، لكن ممكن يكون في حدث معين اغضبني مثلا، انا اضبط انفعالي فيه ما اعمل رده فعل سيئه تتحسب عليها، بالتالي انا هنا بكون ضبطت انفعالي. لكن لما انا اكتمها في جواي وتجي مشكله ثانيه اكتمها في جواي ومشكلة ثالثة ورابعة، فجأة حيحصل انفجار أو بتوديني لحالة بتاعت اضطراب نفسي، حتى في سلوكك، في طريقة تفكيرك، في الحالة المزاجية بتاعتك حيحصل لك اختلال. جميل. عشان كده أنا ما بأيد الناس يكون عندهم كبت، الناس تقدر تكون صريحة وواضحة وتتكلم، تتكلم بالحاجة جوا قدر ما أنت تنفست. عشان كده الإنسان هسه لما يحصل له مشكلة بحاول يشوف اقرب صديق له او اقرب انسان يثق منه تماما، يعمل له عمليه بتاعت تاثير، عمليه بتاعت تفريغ وجداني، تفريغ نفسي للانفعال الحاصل كاف في جوه دي احسن حاجه
انت حافظت بيه على صحتك النفسيه. تمام. التفريق او يعني التنفيس عموما عن عن الحاجات اللي ممكن احنا تاثر علينا سلبا ممكن يكون عندها اوجه عديده. احنا يمكن وصلنا لختام المساحه دي، انا عاوزه نصائح وارشادات نفسيه كيف نقدر احنا نحافظ بها على صحتنا وكيف نقدر نتنفس يعني شويه من الضغوطات اللي ممكن تواجهنا من اتجاهات. طيب انت عشان تكون في حاله بتاع توازن نفسي وصحه نفسيه، انا اعتقد انه في بعض الخطوات الناس لو قدروا عملوها، اول حاجه تحافظ على صحتك وجسمك وتحافظ على استقرارك الأسري. تكون عندك يعني ما بالضرورة تكون متزوج، يعني حتى غير المتزوجين يمكن يكون علاقاتهم داخل الأسرة، وإنه يخلقوا أجواء جيدة داخل الأسرة. أيضا تجنب الأشياء اللي بتعمل لنا ضغوطات نفسية نبعد منها قدر الإمكان، إحنا نبعد منها رغم إنها هي تخترقنا، لكن افترض إنه قدر الإمكان تتجنب الضغوط النفسية. الحاجة الثانية الأشياء اللي بتجيب لنا الطاقة السلبية، الأفكار السالبة اللي بتولد فينا أفكار غير جيدة، بتولد فينا حالة من الحزن، حالة من عدم الاتزان النفسي، بالتالي تتجنب المسائل اللي بتوديك للطاقة السلبية أو الأفكار اللي بتوديك للطاقة السلبية. أيضا الإنسان برضو جانب الروح الناس تحتمل عليه اعتماد كبير جدا جدا، وهي إنسان بمختلف دياناتهم الناس لازم يكون عندك جانب روحي، ده بيديك صلابة نفسية، بيديك قوة نفسية تتحمل بها أي ضغوطات تجيك وتقدر تمشي. شكرا لك كثير دكتور صلاح أحمد عمر الاختصاص النفسي، شكرا لكل النصائح والإرشادات اللي احنا أخذناها من الصباح. يمكن دي كبسولة صباحية مهمة جدا لكل متابعينا عبر صباح الشروق، وبالضرورة احنا نحافظ على صحتنا النفسية عشان نقدر نحافظ على باقي حياتنا بصورة عامة ونقدر نعيش في سعادة وفي اتزان نفسي. نمشي الكنترول ونجيكم.